متتبعي قناه انفاس باريس، حنا تنتواجدوا في مقر ولايه جهه الدار البيضاء، حيث تيعقد مجلس مدينه الدار البيضاء الدوره ديالو العاديه لشهر اكتوبر 2022. مرت الان سنه حول اعلان انتخابات الجماعي لمدينه الدار البيضاء وتشكيل هذا المجلس وتشكيل المكتب المسير لمجلس مدينه الدار البيضاء. اشين الحصيله ديال هذا المجلس؟ واشين الاشياء اللي نجح فيها هذا المجلس؟ واشين الاخفاقات اللي ما قدرش المجلس يتجاوزها؟ هذا الشيء كله طرحنا على مجموعه من المنتخبين، اجي نشوف واش قالوا لنا. سي عبد الغني المرحلي، دابا الان دازت واحد العام على الانتخابات الجماعيه وعلى التشكيل تاع المجلس والمكتب المسير تاع مجلس مدينه الدار البيضاء، اشني الحصيله بالنسبه لك اللي دار هذا المجلس هذا؟ هو الحديث عن الحصيله الان سابق لاوله. دائما في الانتخابات السنه الاولى هي سنه تمهيديه انتقاليه اعداديه. صحيح باش نتكلموا على الحصيله لابد من انجازات. الامور الان كتحاول انها تنتظم على مستوى الرؤى والتصورات في انتظار ان يخرج برنامج التنميه المحلي تنميه جماعه الدار البيضاء الباك، هو اللي غادي يكون الدليل والموجه اللي الموضح لاي عمل. كنتظروا كبيضاويين قبل ما نكونوا منتخبين ان المشاريع تعرف شويه ديال السرعه في الانجاز، الصفقات تنجز، التوريد الدار، الخدمات الاجتماعيه وغير الاجتماعيه يستفد منها المواطن البيضاوي، لانه اللمسه ديال عمل المكتب المسير بكل اطيافه لا اغلبيه ولا غير اغلبيه كتبان في القرب من المواطن. كما تتعرف ان السنه الاولى تتكون سنه ديال اعاده ترتيب ديال الاوراق ديالك اللي غتدخل بهم في الولايه. تتعرف ان بعد مرور 6 سنوات للولايه السابقه تتكون يعني المكتب الحالي المسير والمجلس الحالي تيكون بصدد التعامل مع الملفات القديمه والمشاريع المتعثره، وهذا الشيء اللي وقف عليه المكتب المسير لجماعه مدينه الدار البيضاء. اولا هو اخراج المشاريع المتعثره داخل مدينه الدار البيضاء، المشاكل الكبيره اللي كانت بعدها حل في سنته الاولى، بعدها يعني في الايام القليله المقبله غيكون حل بالنسبه لحديقه الحيوانات عين السباع، بالنسبه للمسرح الكبير في شقه التدبيري ديال المسرح الكبير للدار البيضاء. اذا هناك مجموعه من المشاريع وكذلك الخط الثالث والرابع ديال التراموي يعني في صدد انه تم الانتهاء منهم باش يكونوا يعني امام يعني المواطنين من اجل يعني الاستفاده منهم. دونك هادو هما الاوراق الاولى. ما تنساش ان القانون التنظيمي 113/14 تعطي المجالس المنتخبه الجماعيه على انها تحضر ما يسمى ببرنامج عمل الجماعه، وهذا الشيء اللي كان. دابا نحن بصدد يعني تحديد البرنامج ديال العمل ديال الجماعه خلال طيله هاد الولايه، وغيكون ابتداء من هذا الشهر اللي جاي غيبدا تبدا لقاءات ديال الاجتماعات ديال اللجان المشتركه من اجل اخراج جميع المشاريع الجديده او الجيل الجديد من المشاريع. ما ننساش ان العمده حاليا تقوم بمجموعه من الجولات على مستوى جميع المقاطعات من اجل الانصات لجميع المستشارين والمنتخبين على صعيد مدينه الدار البيضاء. كذلك هناك لقاءات تشاوريه مع مختلف يعني القطاعات الاخرى يعني المشتركه مع مجلس جماعه الدار البيضاء. وكذلك كانت فرصه ان كاين واحد مكتب الدراسات الذي يسهر على يعني اعداد واحد البرنامج يليق بمستوى وتطلعات ساكنه مدينه الدار البيضاء. بدايه ملي كناقشوا الحصيله السنويه ديال مجلس المدينه كناقشوا وفق الانجازات او الاخفاقات اللي قام بها هذا المكتب. واهم نقطه اللي ممكن نناقشوا احنا على مرور سنه ان لحد الساعه لم يعرض برنامج العمل على اعضاء مجلس المدينه، والقانون التنظيمي واضح في هذا المجال ان خص يتعرض قبل نهايه السنه على الولايه. وبالتالي ملي كنقول برنامج عمل ما تعرضش، باقى الخطوط الكبرى والافكار الرئيسيه اللي ممكن يتبناها المكتب واللي على ضوءها ممكن نناقشوه او نختلفوا معاه مازال ما تعرضتش عندنا كمجلس. وبالتالي كما قلت في التصريح السابق احنا كنعتبروا هذه السنه بيضاء، باقي فيها غير النوايا اكثر ما كاين العمل. كاين مجموعه ديال ما نعتبر اخفاقات، لان مجموعه ديال الالتزامات درناها داخل مجلس المدينه ما شافش النور. لهذا ذكرنا على الممتلكات ديال الدار البيضاء لحد الساعه لم نتوصل بلائحه الممتلكات كمنتخبين. تكلمنا على بعض ملفات خاصه
بحال السقاله بحال النادي البلدي تحبسوا في نص الطريق ما عرفناش الاجوبه عليهم. كل هذه النقاط كنعتقد بان اليوم غتطرح في الدوره، وان كان هذا الجزء الاول من الدوره باقي الجزء الثاني هو الاساسي اللي غيكون في يوم 19، وغنطرحوا وجهه نظرنا واللي بناء عليها حنا باقي ما قلت في الاول كننتظروا برنامج العمل باش نعرفوا مع من غنشتغلوا وشنو وجهه نظر هاد الفرقاء اللي كتشكل الاغلبيه باش من خلالها كنتحاسبوا معاهم. من بين المؤاخذات اللي تتخذ على مجلس مدينه الدار البيضاء هو ما كانش عنده واحد الطابع ولا بصمه خاصه ديالو على مستوى تسيير مدينه الدار البيضاء. اي منتخب ينتمي الاغلبيه فاش تهضر مع على مدينه الدار البيضاء تيهضر لك على المشاريع الكبرى اللي انطلقت منذ سنوات في الدار البيضاء واللي لحد الساعه العديد منها باقي ما خرجش الى الوجوه. بعض المدافعين على المجلس يؤكدون ان من الصعب جدا الحكم على تدبير مدينه الدار البيضاء من خلال سنه من تدبير العمل الجماعي. المعارضين لهذا المجلس هذا تيقولوا لا، خاص سنه من النهار الاول تيبان البرهان، ومن النهار الاول ومن السنه الاولى خاص يبان برنامج العمل اللي غتنفذوا مجلس مدينه الدار البيضاء. تيقول بان كاين شي واحد بصمه لحد الساعه ما كاينش بصمه، يعني الطابع تاع المجلس هادشي المشاريع الكل اللي تتهضر عليها هي تدخل في اطار تاع المشاريع الكبرى اللي تتعرف في الدار البيضاء. الطابع تاع المجلس باقي ما بانش في مدينه الدار البيضاء، شنو رايك؟ ما تنساش ان مدينه الدار البيضاء من يعني المجلس الحالي او الولايه الحاليه، يعني اول حاجه جا هذا المجلس لقى تراكم ديال مجموعه من الديون كبيره على مدينه الدار البيضاء، لقى واحد المشاكل ماليه لا تعد ولا تحصى. هو بصدد حل هذه المشاكل، لا يمكنش لك دير برنامج ديال المشاريع وانت عندك خلل على المستوى المالي وعلى المستوى التدبيري. دونك اليوم تندبروا الاداره بعدا لان هناك مشكل ديال الموارد البشريه داخل مدينه الدار البيضاء، يعني كاين القله ديال الموارد البشريه، كاينين اطر في المستوى الكبير ولكن هناك يعني نقص على مستوى هذه الموارد البشريه، كذلك على مستوى الاداره هو المشكل ديال الموارد البشريه، وعلى المستوى المالي باش دير مجموعه من المشاريع خاصك المستوى المالي، لذلك تتحاول ان الجماعه ديال الدار البيضاء انها توسع من الوعاء الضريبي ديالها لان باش يمكن لها انها تحصل على هذا. وهذا الشيء اللي عندنا ان شاء الله خلال الجلسه الثانيه من هذا هو اننا اعاده يعني النظر فيما يسمى بالقرار الجبائي باش يمكن لمدينه الدار البيضاء انها تغطي جميع المصاريف وكذلك المشاريع المستقبليه. كاين شوف كاينه صادقه ديال السيده الرئيسه، ولكن في نفس الوقت كاين تطاحن وتجاذب داخل المكتب، وهذا التطاحن والتجاذب كيخلي ان الرؤيه موحده ومنسجمه ديال المكتب اللي ممكن ننزلها لا لاعضاء المجلس ولا تبان داخل المدينه بشكل منسجم ومتجانس لحد الساعه ما كنتوفرش على هذه القضيه. كاين اغلبيه كاين فيها نوع من الانسجام لحد الساعه، خص هذا الانسجام يترجم على ارض الواقع، خص رؤى وتصورات تنمويه للسير بالمدينه الغول اللي هي مدينه الدار البيضاء قدما نحو التنميه. ما نبقاوش خاضعين للروتين التدبيري، خصنا رؤيه استراتيجيه. هذه الرؤيه الاستراتيجيه اللي غادي يترجمها برنامج التنميه ديال جامعه الدار البيضاء للباك. لحد الساعه هاد السنه راه كانت مجهودات وكانت جلسات وكانت لقاءات باش ان هاد البرنامج يكون فيه واحد نسبه كبيره ديال التشاور، وهو خصو يخرج باش يكون هو الحكم والموجه في اي تنميه داخل مدينه الدار البيضاء. وصراحه سرعه الانجاز خصها تزيد شي شويه باش البيضاويين يحسوا بهذا التغيير وبهذه اللمسه اللي كتسول عليها.